يقول السائل: كنت قد أوترت في صلاة التراويح، فهل أستطيع أن أصلي بعدها صلاة التهجد؟ لا بأس بذلك، إن الإنسان إذا أوتر فلا يمنع من أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا أوتر من آخر الليل يصلي بعده المغرب وتر النهار، ومع هذا نصلي بعدها ركعتين، فلا مانع أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له. نعم، ولكن الأفضل أن يؤخر الوتر ويجعله آخر صلاته من آخر الليل، هذا هو الأفضل. نعم.